السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة من جديد عن دويترويت نحو الإنسانية. بهذا الفيديو رح ألعب مدة جدا طويلة لأني جبت كاس الشاي تبعيتي وأمورنا لوز إن شاء الله، يعني رح تشوفوا فيلم ورح تستمتعوا كتير بالمشاهدة، وما رح أعمل لكم سكريبت مثل العادة، سكيب عفوا، ما رح أعمل لكم سكريبت مثل العادة، رح أنزل لكم فيديو مثل ما هو بس، ولكن إذا في أصوات هيك غريبة طلعت عندي بالتسجيل رح أشيل لكم إياها بس. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. طبعا قبل ما نبلش ما تنسى تحط اللايك والاشتراك، وبس تستنانا كل يوم فيديو جديد حلقه جديده بتنزل الساعه 6. اهم شيء اعطوني بالتعليقات رايكم، اخلي حلقات قد ما ديترويت نص ساعه، ربع ساعه، ثلث ساعه، شو انتم تشوفوا الوقت المناسب لكم انزلوا بالتعليقات اكتبوا لي. هي اول شغله. ثاني شغله اهم شيء وقت تشوفوا الفيديوهات اعملوا لايك، اعملوا تعليق، اعملوا اي شيء عشان بعرف انه فعلا عم بحس انه في انجاز هذا لما عم بصور وعم بتعب بالمونتاج والقصص هي، وعم بشغل اضاءه فوقي جدا توجع لي راسي توجع لعيوني، يعني مشان يكون عم بحس انه فعلا في فائده من هالموضوع هذا. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. لاستيكو طبعا اهم شيء كاس الشاي، اذا منكم صابين كاس الشاي وعاملين كاس الشاي فما راح تستمتعوا بالمشاهده. بالشنيور في نافوخي بالضبط. بالشنيور مش هذا؟ انه هو ده المكان؟ ده العنوان اللي موجود في المحضر. عنوان ايش؟ احنا مره صحيح قالوا في 47 دقيقه في العمليه لازم ينتهوا عليها. يا رب ايش هيك؟ بي اس ناس 60 واتفق بي ايش في؟ استقرار البرنامج اوف ليش؟ اكثر اندرويد مثيرة في البلد. فهمت انت مصمم تيجي هنا ليه؟ مراهق. اهلا في ملهى ايدن. ايش هذا؟ شكل هذا جزء اشيله. كونر انت بتعمل ايه؟ انا جاي يا فندم. سوري. هذا جزء راح ينشال. مش هتاخد رخصتي مش كده اقصد. انا ماليش دعوة خالص. التحقيق لسه شغال يا فندم وما اقدرش اكد على اي حاجة دلوقتي. هانك اسمع. ازيك يا بن؟ ايه الاخبار؟ الأوضة اللي هناك دي. بالمناسبة جابت هناك برضو. هايل. عندنا جثة واحد متخلف ده اللي ناقص. حلو. أندرسون وحيوانه البلاستيكي الأليف، أنتوا بتهببوا إيه هنا؟ إحنا مكلفين بكل القضايا اللي تخص الأندرويد. بجد؟ أنت بتضيع وقتك. مجرد منحرف جات له كمية شغل أكتر من طاقته. نحب نبص على أي حال لو ما عندكش مانع. خلينا نمشي. ده ريحة الخمرة جامدة أوي هنا. تصبح على خير يا ملازم. حلو. هلا أنا راح أفرجيكم من هالجزء وماشي، قبل ما راح أفرجيكم لأنه شي مناظر بتقرف. احصى الضحية، اين هو الضحية؟ هلا هذا الضحية ولا هذيك؟ داير انتقي عنصر تركيب تالف بشدة، تالف بشدة. تحليل. ايوه فنقد الضحية. طيب في سؤال، ليش تنقض الضحية؟ تمام فهمنا انه هديك هو ما ماتش بأزمة قلبية، ده تعرض للخنة. انت في عنا اهتمام ثالث موجود لسه. شفت الكدمة اللي على رقبته؟ بس ده ما يثبتش حاجة، يمكن كان بيتشقى. تلزم عاد انشيت. الطريقة الوحيدة علشان ندخل لذاكرتها هي إعادة تشغيلها. تقدر تعملها؟ دي متدمرة تماما. لو قدرت فده هيبقى دقيقة واحدة يمكن أقل. أتمنى إنها هتبقى كفاية عشان نعرف حاجة. توجيه. أنا هسألك شوية أسئلة، أنت قادرة تتكلمي؟ هو كده ميت؟
قولي لي ايه اللي حصل. كان بدأ يضربني تاني وتالت. انت قتلتيه؟ لا لا ما عملتش كده. فاكرة ايه تاني؟ بسرعة احنا ما عندناش وقت. انا معرفش، انا معرفش ومش فاكرة. انت مين اللي قتل الراجل ده لو مش انت؟ انا معرفش حاجة. انا ما شفتش. انت في الاوضه لوحدك؟ كان في حد معاكي هنا؟ كان عايز يلعب مع بنتين، هو قال كده. في اتنين مننا. والاندرويد التانية دي راحت فين؟ ما قالتش اي حاجة؟ شلت. بس عرفنا انه في اندرويد تاني بالموضوع. يعني كانت في اندرويد تانية. الموضوع حصل من اكتر من ساعة، اكيد هي بعدت. لا بلبسها ده مش هينفع تخرج من غير ما حد ياخد باله. جايز تكون لسه هنا. تفتكر ممكن نلاقي متحول بين كل الاندرويد اللي في المكان؟ مش سهل رصد المتحولين. اه يا خبر، اكيد في طريقة تانية. جايز نلاقي شاهد. حد شافها وهي خارجة من الأوضة؟ أنا حروح أسأل المدير كم سؤال عن اللي شافه، وبقولي لو افتكرت أي حاجة. شهود من أيام. كنت تعرف القتيل؟ لا أقصد إنه جيب. البحث عن مين؟ شهود عيان من الأندرويد. أقصد إن الناس دول ما بيكلموش كتير. ليش هي ما خلي ده؟ ضيعنا نموذج من شهر. اعتقد سمحت يا حضرة الملازم، ممكن لحظة؟ لقيت حاجة؟ جايز اتوقع انه هي من مخلد ناس اتصال. تقدر تأجر تريسي؟ بلاش عبط يا كونر، عندنا حاجات مهمة نعملها. أرجوك يا فندم صدق فيا. ليش حد بهدل لي الميزانية خالص؟ فرصة سعيدة جدا. اتفضل انا هوديك اوضتك. ماشي وبعدين؟ شكلها هي متحولة شيء. مش معقول يا كونر، ايه اللي انت بتعمله؟ كيمو شعر الدراسي زرقاء الشعر نحو المدخل. ثور على المشتبه به من دور التالي. شافت حاجة. بتتكلم عن ايه؟ عاوز ايه؟ متحول خرج من الأوضة. تريسي اللي شعرها أسرق. سياسة المكان إنها تمسح ذاكرة الأندرويد كل ساعتين. ما قدامناش غير كام دقيقة لو عاوزين نلاقي شاهد. تغاي. والمفروض أعمل. خلينا نشوف ده. يا ريت يطلع. بدها تجنني هي، كل شيء رايح باتجاه وانت راحت لورا. اه هذيك هي. عرفت مشيت منين؟ طب يلا كريم. في اندرويد في كل مكان، هتعرف ازاي مين فيهم اللي شاف تريسي اللي شعرها ازرق؟ عرفت هي. الله انت بتفتش الاندرويد كلياتهم واحد واحد. ابو ذهبت الغرفة الحمراء. أيوة ما شافش أي حاجة. أنا أكيد غلطت في شيء. عندي والله ما غلطت في شيء ولا شيء، بس أنا ما بعرف أمشي صح.
كاي مرت من قدامي، شو بدي اعرفها؟ هربت من باب الموظفين. اساسا بفتح بالخيط للباب هذا وين؟ استنى انا اللي حشوف الموضوع. صار في لاج. صار يخاف علي. تفقد المستودع. ايوه كل هذا تفقده. البشر خلاص تجننوا، ما حدش بيفكر في العلم. فقط الانسانيه، وكل واحد يشتري له اندرويد. الاندرويد يطبخ لك اللي انت عاوزه ويلعبك لما تحب، وكل ده من غير ما تقلق على مشاعره. عارف ايه اللي هيحصل؟ البشر هينقرضوا ما دام كل واحد هيشتري له حته بلاستيك بدل ما يحب انسان زيه. مش ممكن. قطرات دم ازرق. بحث عن اثار الدم الازرق. ايوه. لقيتها. اثبتي مكانك. هاي مالها شغل الازرق. والله قوية دو. المرة ستطلعها قرد له يعني. مرة الماضية كل شوي نقطه. عندك يا لان ام على ابوه لا خليها. هي حدة اندرويد بلاستيك. بس شعره احمر، هذيك شعره ازرق، ليش؟ سحب. والله قوي له. رمي. فهي قاتلة. ليش جات شالتها مباشرة؟ بسرعة دول بيهربوا. والله شكلي هاكل غطا يا معلم. بس الزر غلط. زلمة الاستجابة جدا بطيئة. ما يضربكم كلكم علي. ايش في؟ اطلاق اطلاق. مو مستقر برنامج هذيك. هي القاتلة مو هاي. سويت علي انا. ليش صار كم ساعه تضربك فيني؟ ما كانش ليها اي علاقه باللي بيحصل ده. حلو، بدي منك اعرف كل شيء. هات احكي لي ايش صار. لما الراجل قتل تريسي عرفت ان انا اللي جايه. كنت خايفة قوي، اترجيت انه يوقف لكنه مرضيش، فعشان كده حطيت ايدي على رقبته وضغطت عليها لحد ما بطل يتحرك. ايوه انا قتلته، لكن انا كنت بدافع عن نفسي بس. كنت عايزة أعيش، كنت عايزة أرجع لزميلتي وانسى كل حاجة عن البشر. ريحة عرقهم وكلامهم القذر. احنا فهمنا انهم عندهم مشاعر، لكن انت اخدتها مني.
كنت بحبها. لا يا شيخة. يا ربي. صرنا 2 اندرويد جدد. احنا بنكشف الجريمة. ذلك المتغير كان ممكن عندي نهايتين مختلفتين تماما. بس طبعا مثل المتغيرون طبعا كل حال ماكو مشكلة. هنكمل نشوف ايش هيصير معنا هاللعبة يمين. ان شاء الله كارا. ان شاء الله كارا. كارا. وماركوس لان ماركوس كان بغير مكان. كارا نايس. حلو. انا جدا اكثر شيء استمتعت بدايق كارا. قصة كارا اكثر شيء متعاطف معها صراحة. حلوة هيك الطقس تلاقي محطوط قدامك هيك. والله امور لوزي ها. والله التكنولوجيا جدا جميلة. سيارة الوجهة مسافة. هو المكان بعيد؟ هنوصل بعد ساعة أو أكثر. حلو. طقس. ما شفتش تلج قبل كده. شكله حلو. ده بيبطئنا. على الأقل مش هنصادف بشر على طول الطريق. بحكي لي عن وجهة. الناس اللي احنا هنقابلهم انت تعرفهم ازاي؟ الاندرويد اللي زلاتكو قبض عليهم قالوا ان في بشر بيساعدوا الاندرويدز ان هما يعدوا الحدود. طب ولو كذبة او فخ تاني؟ اللي عرفوا ان الاندرويدز كانوا مصدقين لحد ما دمرهم زلاتكو. يعني ايش هو تحديد العطله؟ فرامل الطوارئ اشتغلت. يعني تطلع الحظ الوضع مش كويس. انت تغطر السياره الحظ يعني خليك جوا يا أليس. خروج نشوف نشوفها المحرك السياره هذا افتحه. طيب ليش ما هو فتح وطلع على سيارته ايش بيها؟ ولا انا كمان رح صير خبير تصليح سيارات. ما رح توصلنا السيارة هاي. طيب هنعمل ايه؟ مش عارف. عارف ايش؟ هنكمل على رجلينا. درجة الحرارة سالب واحد. أليس هتتعب. ترى طريقة. محتاجين مكان نبات فيه. ما في مش مكان نستنى فيه هنا يا كارا. عثر على مأوى. نايس حلو رجعنا على المأوى يا معلم. نص التالت ندور على مأوى. إلا ليه ما في طريقة عليها تمشي أسرع؟ ايش هو؟ ريتير كافر. شكله دخلت فيلم رعب اللقنة. لازم نلاقي مكان نحت. تفتيش ايش؟ المباني المهجورة. نايس حلو. ايش فيه؟ لازم نبعد عن البرد. المكان شكله مهجور من فترة. اتوقع انه فيهم شيء مكان انه فيهم خيم. وين الخيام صارت؟ وين المدخل؟ اتوقع هذا هو المدخل. لازم نطلع اليسار توصل لعندها. يا اما محل منا موجودين هون جوز. والله ما بعرف. طيب ندخل نشوف وين نروح. نعم حلو في عنا هين مكانين جدد. هيكل محطم غير امن. طيب في نكشي ابو بوين صرت؟ لقيتي حاجة؟ لا كانت الثاني الاول ما
في جزيرة القراصنة يا صديقي، هتستمتع بوقت جميل. اهلا في جزيرة القراصنة يا صديقي. خربانة ده، هتستمتع بوقت جميل. طفي. طب بارك فيه خلع فوق، بس خلينا نصلي انت وامونا لوز. والله بيت يبدو امنا بالداخل. ايوه شلون بدي ادخل تلاقي انه مكان امن بالداخل. دخول مكان، دخول متجر مجهول مجهول مهجور. ابو بده مفتاح، ما خرج نشيله احنا. انا هتصرف. تفضل تركنا لك. جدع جدع. خلع الباب. يلا بينا. تفقد حقيبة لوثن اعداد سيرير اللي وعندك بلدانت. هولع النار. طيب خلينا نبلش نجهز الاسرير للبنت. حرام. تفقد البسكويت. معايا شوية بسكويت، تحبي تاكلي؟ لا انا مش جعانة. يا شيخ اكلي، مش خسران ببلاش. هاتي المسدس بيلزم حبي. ليش تركتي؟ خذي. والله يتفقدنا الشنطة، فهمنا ايش بقلبها. شلون بدي اجهز لي سرير البنت؟ مين هدول؟ انا اتوقع فرقة موسيقية او فرقة شي مش مهمة. لابد ان اجهز لي سرير. حلو. تقدري تحكي لي قصة يا كارا؟ ذاكرتي فيها 9000 قصة للأطفال. أحكي لك واحدة منهم. أميرة واحدة القرن. أميرة دي حكاية عن أميرة جميلة واللي كانت. لا مش قصة زي دي، اخترعي واحدة عشاني. ايوه ننجم لك أنا. تبقى قصة عن بنت صغيرة كانت عايشة لوحدها في بيت كبير وقديم. كانت بتحلم انها هتبقى زي بقية البنات، لكن هي كانت مختلفة وده اللي خلاها حزينة. وفجأة البنت قابلت روبوت، واللي كانت متبرمجة عشان تطيع الأوامر. بس هي حست لمرة إنها لازم تعصي الأوامر، علشان كده هم قرروا إنهم يهربوا سوا علشان يدوروا على حياة أحسن. وفي طريقهم قابلوا أخطار كبيرة طول الطريق، لكن هم ارتبطوا ببعض عشان كده عدوا كل المشاكل. وخلال الرحلة هم قابلوا الحارس روبوت تاني. ساب اللي اشتراه عشان يبقى الحارس بتاعهم. القصة بتخلص ازاي؟ وصلوا للمكان اللي بيحلموا وعاشوا في سعادة على طول. القصص دايما نهايتها سعيدة، لكن الحياة الحقيقية مش كده. كلام منطقي. جي وقت النوم، احنا عندنا بكرة يوم طويل جدا. لوثر هتيجي وتقول تصبحي على خير؟ ايوه طبعا.
حلوة ده لوسر. بس كمان نايس. تصبح على خير، نامي كويس. جميلة، قصة جميلة جدا وتحتاج برادين شيء. تحدث إلى لوسر. دي بنت لطيفة. أيوة. ما أحكي لك على لطافة. شجاعة جدا. خططت. أنت عارف هتعمل إيه لما توصل كندا؟ ما فكرتش في الموضوع. أنا عمري ما كنت حر. حر. كلمة حلوة قوي. بس أنا ما أعرفش يعني إيه معناها. انت فاكر اي حاجه من حياتك قبل زلاتكو؟ لا، النموذج بتاعي معمول للحمولات الثقيله. يمكن كنت عامل في المينا قبل كده. مش مهم كنت ايه زمان، ما كانتش حقيقتي. كارا، ما لاحظتيش حاجه مختلفه فأليس؟ لا، بتتكلم عن ايه؟ كارا! ادوار هميلك ارجعوا لورا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.